من واسط أنا. شو تشتغل هنا؟ طالب أنا، طالب أداوم هنا. أقسام داخلية؟ إيه أقسام داخلية. شلون الوضع بالأقسام الداخلية؟ والله زين يعني، بس نعاني يعني. شنو؟ مثلاً. أقسام داخلية؟ إيه إحنا كل أقسام. تعال. تعالوا. تعلم. تعال. تعال شبيك. شنو مشكلتكم الأقسام الداخلية؟ يعني الغرفة. الغرفة بها صغيرة يخلون نفر بها الغرفة سبعة ثمانية يخلون بها غرفة بها سبعة ثمانية؟ ايه ويخلون الشرابيب قاعد أربع شرابي أربع ينامون على الشرباية وأربع ينامون بالقاع يعني حتى من تريد تتعشى كلية أهلية ولا حكومية؟ حكومية احنا زين ايه معاناة كهرباء ماكو ايه؟ حتى بالأقسام الداخلية تطفى بالأقسام عود حاطين مولد ساعة يشتغل ساعة ما يشتغل خربط الوضع يا كلية لا ما اقول لك اسمي كله دقيقه انتم تتعانون انتم من حقكم انتم جاي من محافظه وتدرسون هنا اقسام داخليه اي صحيح زين يا جامعه هاي لا ما اعطيك اسم الجامعه بالعكس انتم حتوصلون صوتكم كيف لك الله ما يوصل صوتنا ليش ما يوصل صوتنا حتى لو يوصل نتعاقب نتعاقب احنا رئيس قسم ما نقدر نحاكي ليش نخاف ليش تخاف خاف والله يرسمونا احنا لا جايين لا ليش يرسمك ليش يرسمك انت ذا مجاوب ليش يرسمك والله يرسمون هواي صارت عندنا حالات رسموها بس اشتكي على على رئيس قسم على دكتور انت متى اشياء جامعه؟ هم يا نفس الجامعه نفس الجامعه شنو يعني اسم الجامعه؟ ما اقدر ما اقدر اقول اسمها اوقف له هيجي ايه تعال مدى ما تطلع او لا بعد طلعنا بالكاميرا طلعنا بعد عوفك انت ما طلعتوا ماشي عرفوكم انتوا بعد ايه عرفونا انتوا بعد عرفوكم ايه بس احنا بدنا نحكي الجامعه خلينا نوصل من شتكم لوزاره التعليم العليا وزاره التعليم العالي والله يا اخوي ما توصل نتأذى والله نتأذى ما اعرف من شو تتأذون انتوا عندكم مشاكل وعندكم قضايا من شو تتأذون اقسام داخليه جاي من محافظه واسط ببغداد الاقسام الداخليه الغرفه بها 8 8 و7 8 و7 وكهرباء ما بيها حاطين المولد ساعه تشتغل ساعه ما تشتغل شو تسوي خلصت انت ليش ما تقولون هاي كليه هاي لا ما اقدر اذكرها والله انت ما تتأذى احنا رابع انت ما طالع بالكاميرا مو يعرفون نسوى يعرفون نسوى لا نتأذى والله نتأذى واحنا رابع ومخلصين السنه هي خلصت عدي على خير ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك عدي على خير شكرا لكم الله يحفظك شلونك الله حياك الله